احنا راه نلعبوا الكره وان شاء الله مربوحه معناتها ما نقبلوا حالتين خسرنا يكون سكور معناتها 2-0 2-1 1-0 ما يفوتش معناتها فهمت عندنا اكيب باي في اكيب باي وعندنا انترونور خويا ياسر الحقيقه معطيني عليه في الباج قصيبه نيوز اللي مشكله فيه وعندنا برود بلوس معنا زاد معناتها تزيدنا شحنه اضافيه وتخلينا نكونوا اكثر في المستوى يعني ان شاء الله اليوم نعملوا بريستاسيون باهيه الكل موتيفي وفرحانين معنا بالماتش هذا باش تلعب في الاولمبي ديما عنده رهبه وعنده شرم تاعو ومش باش تجي ديما الجوارات ان شاء الله صلي عندي ماتش كبير باش نلعبوا باسم الجمعيه ان شاء الله عندي ماتش معنا يشرفوا به البلاد وعلاش لا نعملوا ريزلتا باهي المهم بريستاسيون مي ريزلتا زاد كان تجي حاجه باهي علاش لا والله يا كان تجي ماذا بيا نربح عاد بلاش اما صعيبه شويه معناها تشكيله الاطوال كل كامله شكون صعيبه شويه خاصه ديبي ماتش شكون صعيبه ان شاء الله بريستاسيون باهي معناها الريزلتا ماهيش هذا بريموديال ان شاء الله نتمكنوا من اللعب ونلعب اللعبيه الكل اهم حاجه ان شاء الله الناس الكل تشارك سيلون الريتم تاع الماتش نحاول نشارك الماكسيموم وقت تيران غازون معنا حتى لي زابوي باش يلعبوا شويه الاولاد وان شاء الله نقسموا لي فور بين الافكتيف الكل وكا هو ان شاء الله بريستاسيون هذيك اهم حاجه يعني نشرفوا البلاد ونشرفوا اسم الجمعيه وهذاك ان شاء الله
اول حاجه مرحبا بكم، مرحبا بكل محبين وكل لاعبين قسم المديوني. يظل المقابله كانت ممتازه بالنسبه لنا احنا، مقابله تحضيريه ضد فريق ممتاز جدا، نعرفوا الكاليتي نتاع الفريق هذا، نعرفوا الترتيب نتاعو، ونعرفوا الملاعبيه اللي عنده، ما يعطيهم الصحه ما قصروش. اليوم اللي ظل لقينا اوبوزيسيون مزيانه برشا كما نحبوا احنا. ان شاء الله ربي يوفقهم، مازالت السيزون طويله، يظل الكاليتي نتاع الادفيرسير عطاتنا نظره، بما انه عندنا برشا ما لعبناش مقابله سواء وديه ولا رسميه. يظل المقابله نتاع اليوم كانت فرصه لنا احنا باش نشوف الملاعبين الكل، بريسك الملاعبين الكل شاركوا. نشكر كل الهيئه المديره وكل الاطار الفني والاطار الطبي والملاعبين نتاع قسم المديوني على المقابله هذه. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق، الحقيقه فما كاليتي، فما ملاعبين، فما الحقيقه فريق ممتاز جدا ويظل يستاهل المرتبه اللي هو فيها. العظيم الزوز زي كيبيدي الحقيقة، أما ديما تقعد أقسم هي أمنا فهمت. والحمد لله ماتش مزيان برشا، عملنا ماتش باهي، جواراتنا يعطيهم الصحة والحمد لله، وكهو ديما إن شاء الله من حسن إلى أحسن. كما شفتوا اليوم عملنا بريستاسيون باهية وعملنا مردود باهي قدام فريق كبير وعراقة والنجم الرياضي الساحلي، وكنا في المستوى وقفنا صحيح في التيران، ويعني ماركينا هدفين معناتها الفريق معناتها عريق كما النجم الرياضي الساحلي. وكنت عاد تكلمت يعني السي وليد قلت له رانا ما نقبلوش اكثر من زوز بونتو، ما قبلش زوز بونتو. وان شاء الله زين في قادم المواعيد. حقيقه كنت متوقعها، حتى انا قلت لك على نتمنى حتى نربح معناها الماتش هذا. شرفنا بلاد الحقيقه في بريستاسيون مزيانه ياسر، ميتون ثانية 80 دقيقه رابحين 2-1، ميتون لو ضيعنا زوز فرص، كنا نجموا الحقيقه زوز فرص معناها كنا نجموا نكونوا حتى متعادلين. الهدف اللي قبلناه الاولاني ما يتمركاش، غلطه صغيره، كيف كيف ضربه جزاء اللي عدونا بها مش موجوده جمله. الحقيقه شويه في الاخر معناها في 93 بعد خسرنا في 93، حبينا اليوم نكملوه بربح. ديما الحسر ديما، لو حتى ماتش اميكال ماذا بيه واحد يربح ولا مو ماتش نعمل في الحال. بالروندمون لعبت 24 جوار، كل الجوارات اللي جاوا كل لعبوا، 24 لاعب اللي كانوا حاضرين في لونترمون البارح ال 24 لعبوا. وهذاك هو الاوبجيكتيف، كان الناس كل تكور. والريزلتات قلت لك الثانيه، الريزلتات ديما تقعد هادي، ديما تقعد سي اون مال جوست. مي حابين نربحوا اليوم، حابين نكملوا رواحي 80 دقيقه. كي تكون مع ليتوال رابح 80 دقيقه في سوسه معناها خساره، ما تكملش رابح خساره.